طبعا اخواني حبايبي، مثل ما شفتوا انتو هلا نحن فتنا على الغرفة، وهذا القرص هذا هيك صار فيه اسود. السلام عليكم. ليش نبدا بسم الله ما شاء الله، معكم من الشام. اخواني حبايبي، طبعا انتم مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو حبيت بس امزح معكم. هي الحمد لله رب العالمين ما في اي كارثه ولا في اي شيء، بس هي مثل ما بيقولوا كفكاهه ونشد المشاهدين. داخل ربكم جميعا. اليوم موضوعي اخواني مثل ما قلت لكم انا بفيديو سابق، رح احكي لكم عن موضوع كيف تتخلص انت من الفاش بطريقة كمان طبيعية 100%، ما هي لا كيماوية ولا هي بتضر الطيور ولا فيها اي مشاكل ابدا نهائيا بهذا المكون او بهي المادة. طبعا لحط لكم صورة انا مشان اللي بحب يستخدم هذا، اللي هو اسمه برونيفيت. طبعا اخواني حبايبي بيجي بقلب العبوة او بقلب العلبة 3 اقراص، هذا هو حجم القرص. طبعا هذا القرص، بالنسبة لهذا القرص بكفي لغرفة تقريبا يعني 10 امتار ب10 امتار. تمام، هلا انا هون بالنسبة للغرفة عندي تقريبا ما يقارب 4 امتار بتقريبا مترين ونص او 280 تقريبا. المهم بالنسبة الي لانه هلا اول استخدام رح استخدم قرص كامل، ما رح استخدم النص، بس انت فيك تستخدم فيها تقريبا باستعمال كل شهر. تمام، يعني مثلا ممكن بعد شهر او مثلا بعد شهر ونص تستخدم مثلا نقول نص قرص، بس لاول مرة يفضل استخدام قرص كامل لحتى ان شاء الله يقضي على جميع البكتيريا، على جميع الحشرات، على جميع الطفيليات. وبين قوسين خلوا لي اياها، وهي اهم شيء للاخوه والاخوات اللي عم يعانوا من موضوع الفاش، قاضي باذن الله. طبعا احنا اول شيء بنقول باذن الله 100% على شيء اسمه فاش، اذا كان عندك انت فاش بالقفاص. تمام، واذا في طيورك لا سمح الله مصابه بالفاش الرئوي. طيب هاي المادة او هذا الشيء او هذا القرص، تمام اخواني، على شو بيقضي او يعني مشان شو نحن بنستعمله؟ مثلا هلا كمبتدئين بقول لك اخي انت شو عم تحكي، شو عم تقول، نحن ما فهمنا عليك شيء، وهذا لشو استعماله ونحن ما بنعرف. طبعا هذا الحكي او استخدام هاي المادة فقط يلي عنده غرف، يلي عنده مثلا اقفاص كثير، يلي عنده طيور كثير، هلا يلي عنده مثلا جوز جوزين ما في داعي لهذا الاستخدام نهائيا ابدا يعني. بس اذا بيحب ما في مشكله على الموضوع، عادي يعني فينه يستخدم حتى اللي عنده جوز واحد، بس انا افضل استخدام هاي الماده بس اللي عنده اقفاص كثير او اللي عنده طيور كثير. طبعا هاي الماده هي اول شيء تتخلص من موضوع الفاش مثل ما حكينا، كل شيء طفيليات بكتيريا بعض الحشرات الموجوده بالغرف، وخاصه مثل غرفتي طبعا اللي بيعرف كلها خشب، حتى كمان الارضيه خشب، فممكن يلحق شيء اسمه مثلا المن يلي او السوس، سوس الخشب. تمام اخواني، الفاش مثلا نقول العناكب المتواجده، بعض الحشرات الصغيره مثلا ممكن اللي تفوت لقلب الغرف العصافير او الغرف الخشب. فهي الماده وعلى فكره هي طبيعيه 100%، طبيعيه 100%، ما في اي ضرر نهائيا لا على البني ادم يعني على المربي ولا حتى على الطيور، ما فيها اي مشاكل نهائيا ابدا. ما حدا يفكر انه والله انا هلا مثلا اذا قدمت لطيوري ممكن لا سمح الله يصيبهم شيء او ممكن لا سمح الله ينضروا، بالعكس فيها كثير فوائد لامراض التنفسيه. اي طير عندك انت لا سمح الله معه ربو بتعالج موضوع الربو، اي طير مثلا لا سمح الله عنده زكام، اي طير عنده فاش رئوي، اي طير عنده اي مرض تنفسي، تمام، حتى بالجيوب الانفيه، اي طير مثلا عنده لا قدر الله لا سمح الله مرض بالتهاب العيون، فكثير في لها فوائد عديده ما في داعي نحن فيك تستعملها للباجي، للحسون، الزيبرا، الكناري، اي نوع من انواع طيور الزينه. طبعا اخواني بالنسبه لاستخدام هذا القرص، اول شيء تحطه انت مثلا ب
وعاء او بشيء هو بده يكون مثلا استانلس، حديد، فخار، على الحجره مثلا فيك تحطها، ما تحطها انت دغري على الخشب. ليش؟ ما بياثر عليه، بس رح يصير المكان هذا مثلا نقول اسود، تمام؟ فنحن بنحطه بهذا المكان، ونحن بنحط حمايه من رب العالمين هذا الحجر، ورح نشغله سوا ونشوف كيف اداؤه بالغرفه باذن الله. طبعا للعالم اللي حتسال مثلا قديش المده اللي ممكن انا لازم اخلي فيها هذا القرص، هلا بس شغلنا القرص وطلع الدخان، فبدك تخلي انت الغرفه اول شيء مغلقه، مسكر فيها، اذا فيها مثلا شبابيك، فيها ابواب، فيها كذا، فيها الى اخره، لازم انت تسكر الابواب، تسكر الشبابيك. بعدين بعد تقريبا 20 دقيقه، بعد 20 دقيقه ترجع على الغرفه وبتهويها. طبعا حبايب قلبي اخواني الكرام، بالنسبه لهاي الماده او لهذا السموك او لهذا الدخان، حلاوته يعني بيدخل للقفص او لنقول مثلا الخشب، يعني بين هالخطوط هاي، مثلا اذا في خطوط لنقول مثل ما يكون انتم مثلا شايفين، يعني مثلا حتى من 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 وراء القفص، تمام اخواني، يلاوتو بفوت لكل الاماكن او بيصل لجميع انحاء الغرفة، لكل مكان بقلب الغرفة. يعني هو عبارة عن دخان، هلا رح نشوف كلياتنا باذن الله سوا، رح نشغله ورح نشوف كيف الاداء تبعه، بس انا بالنسبة لي ما رح اضل بالغرفة، رح شغله، بستنى شوي وبطلع، بعدين برجع بكملكم الفيديو لحتى ما تقولوا انه والله مثلا ما في طيور بقلب الغرفة مثل ما انكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا اخواني حنشغله ان شاء الله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تشغيلته كتير بسيطة وكتير سهل. طبعا مثل ما كنتم ملاحظين انتو بلش هلا يشتغل. يعني بتحسوا ريحته هو سبحان الله مثل البخور، مثل ما كنتم ملاحظين انتو قدام عينكم، هاي بلشت تعبي الغرفة، ما في اي ضرر نهائيا على العصافير ابدا ابدا. طبعا رح اطلع من الغرفة انا ان شاء الله، وبس خلص نحن رح نرجع عليها باذن واحد احد. طبعا اخواني حبايبي مثل ما شفتوا انتو هلا نحن فتنا على الغرفة، وهذا القرص هذا هيك صار فيه اسود. ليش نحن قلنا لكم نحطوه بقلب هذا الوعاء؟ طبعا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين انتم كيف الغرفة بعد تقريبا 20-25 دقيقة فتع الغرفة، طبعا في ريحة والله. هلا هو يفضل ما يضل قاعد بقلب الغرفة الواحد. طبعا بتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، بتمنى ان شاء الله من الشام عن حسن ظنكم، بتمنى التوفيق للجميع، واي سؤال بخصوص هاي المادة اكتبوا لي بالتعليقات. بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.